طبعا الحلوة شنو؟ يوم عندي درس ودورة مال سياقة على مود اخذ الرخصة المفروض، فاخذتني النومة وتلفوني كان البرنامج سايلنت، فقضيتها نوم. والاحلى من هذا انه المدربة مالتي متابعتني، حبيبتي انا كلش اسفة، سامحيني هاي المرة بس. رؤية خو هاي قمة الخباثة، تعال خبيثة حية. اريد الله يسامحك لان اذيتك هواي. طيب قلبي ما سمحت لك قاعدتك. هاي اختي الحية ما قعدتني بس احلى شغلة انه اريد اروح للطبيب، فموعدنا على الطبيب المفروض الساعة 5. رؤية كل شوي شو تقول لي؟ يعني هو مو عندنا بالخمسة يعني ابد؟ لا حبيبتي لا تفتلين، لا تريدين تعبين في جامعاتي والله يعني شيء ما ابدل حبيبتي، يعني منطقيا ان تبدلين لازم نروح صح؟ تسوي لي اوكي مين سبعة وش تعال 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 ها؟ فايش تقول هم؟ ابدل؟ اي ابدل؟ شو يا شو؟ احنا موعدنا بالخمسة؟ اي اوكي موعدنا بالخمسة بس ابدل؟ طش بدها كف يلا نبادي بس نك حتى نبادي.